بنفرح انه سوريا عم تتنفس، بدأت تتعافى. الحمد لله على سلامة الوطن. الفرح يبدو على كل الوجوه، فهذا الشيء ببشر بالخير. فأكثر شيء انا بنسجم مع الإقبال الجماهيري على المعرض، يعني هذا الشيء لحاله ببث التفاؤل والأمل، بداية مرحلة جديدة، سوريا الخير، المحبة، السلام. بترجي العدد الكبير من الزوار، وفي أجنحة كمان جديدة، والجو كثير حلو ورواق. يعني أول شيء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة المالية، وفي وزارة الصحة كمان. شو في كتابات جديدة، شو في تعليمات جديدة، شو في قوانين جديدة. الناس والإقبال الكبير، يعني باليوم الثاني يعني 205,000 زائر، يعني هذا لحاله يعني بشرة خير لسوريا، يعني ولادة جديدة يعني لسوريا إن شاء الله، ودليل كمان تعافي اقتصادي. يعني جناح الباسل للإبداع والاختراع في شيء كتير حلو، بالأخص وجود الأطفال المبدعين. زرت أنا جناح السيارات واكتشفنا هناك أنواع السيارات، وصراحة أنا انبهرت بهذه الصناعات التي صنعوها وقدموها لنا، فأنا أفتخر بهذا الصراحة إذا قدموه لنا، وأحببت هذا المعرض. معرض دمشق الدولي دائما بيجمعنا، خيرة بلدان العالم هون معنا. 9 سنين الحرب كونية على بلدنا، نحن أقوياء مثل ما نحن. جمعنا أحبابنا، ربنا نصرنا، لكأنه بهرنا العالم، بهرنا ورجعت بلدنا.